السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الغاليين. طبعا انا عارف ان انا بعدت عنكم الفترة اللي فاتت ديك، لكن والله لظروف ما. طبعا كان معانا الحمد لله بفضل الله تعالى، كان معانا كام شحنة مسافرين لكام دولة بره، فالحمد لله خلصوا، وان شاء الله ان شاء الله يعني قريبا هيكون في شغل تاني برضو مسافر بره باذن الله تعالى. فدعواتكم لنا بالتوفيق، ودعواتكم برضو لانفسكم ان ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا يا رب، اللهم امين. لكن طبعا ما اقدرش انساكم الناس اللي كانت متابعه معايا، جري ابن جيري، كنت شفت وصل لمرحله ايه. طبعا وانا جيت في مره من المرات قلت يا جماعه جري هيطلع كلب محترم جدا، وانتاجه هيطلع انتاج يشرف. لكن في طبعا الجماعه اللي ما تعرفناش او الناس اللي ما تعرفناش موجوده معانا على المنصه، تمام، على اليوتيوب. طبعا قالت لا ده جري كان افضل من ابنه، افضل من جري. فانا قلت لكم دي قفله دم عاليه جدا، هيكون هنا جري هو هيبسم احلى من جري في البصمه بتاعته في الانتاج بتاعه، هيكون بسم الله ما شاء الله حاجه بوم، حاجه جامده جدا. لكن بفضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين، طبعا ده اللي حصل زي ما انا قلت، الحمد لله رب العالمين. بكره باذن الله تعالى اللي هو هيكون الخميس بامر الله تعالى، هوريكم على طبعا ولد من اولاد جري، هتشوفوا انتوا بقى المستوى اللي قدام حضراتكم وصل لحد فين من اولاد جري. وطبعا ممكن اصور لكم جري برضو وانزله لكم تشوفوه وصل لمرحله ايه بفضل الله تعالى، حاجه كده الله اكبر. يعني الكلب لما اتجوز وفرد وافضل، يعني الناس فكرته ان هو كلب صيني او من دم كلب صيني، لكن بفضل الله تعالى ما بندخلش الصيني عندنا، ديور 100% 1000 في 1000 ديور الحمد لله تعالى. معروف مين ابوه، مين امه، مين جده، مين جدته، شجره العيله. انا اتجهت الفتره اللي فاتت على منصه التيك توك، لقيتها بصراحه ربنا كويسه جدا، بتحاول بتخلي الفيديوهات والناس اللي معاها بصراحه ربنا او الموجوده بتحاول تساعدك، تمام، وبيحبوا ياخدوا المعلومه، يحبوا ياخدوا المعلومه. لكن على اليوتيوب لقيت الناس متفرغه جامد جدا مش للمعلومه، لان هم يتفرجوا على الكلب اكتر من المعلومه. لكن التيك توك ما شاء الله عايز المعلومه. لكن هنبتدي نعمل خيارين، هنعمل حاجه، تمام، هيبقى التيك توك للمعلومه واليوتيوب بامر الله تعالى الناس عايزه تتفرج على الكلاب. فطبعا عايز تنورني على التيك توك طبعا للمعلومه تحت امرك، عايز على اليوتيوب برضو زي ما احنا قايلين هيبقى برضو معلومه، يبقى برضو هنشوف كلاب، هنشوف فيديوهات. لكن انتظرونا باذن الله تعالى بكره الخميس بامر الله تعالى، هتفرجهم على ولد من اولاد جري. وعايز طبعا اسمع رايكم في كومنتات، مش عايزك تخش تعمل مشاهده بس، لا انا عايزك تقول رايك ان كان حلو او وحش، قول رايك، قول رايك استفاد منه. لاني انا لو لقيت النهارده راي الناس اجمع شايفين ان الكلب ده هو وحش، والله بكره هبيعه، تمام كده. لو الناس كتير اغلبيتها هتقول ان الكلب ده يا محمد لا المرحله بتاعته مش كويسه او الكلب ده مش كويس، هبيعه، تمام كده، وبيع جري نفسه عشان ما انتجش حاجه الناس اللي الناس عايزاه، خلاص. فانا انتظروني بكره باذن الله تعالى الفيديو بتاع جري، ابن جري، انا اسف، ابن جري. وهستنى رايكم، انك تقولوا لي رايكم ايه في الكلب وفي انتاجه، تمام يا جماعه. وان شاء الله رب العالمين نكون في تواصل بينا وبين بعضكم بامر الله تعالى على منصه اليوتيوب. ويا رب يا رب يا رب طبعا نكون كلنا كويسين وبخير وبافضل صحه وبافضل سلام، وانتظرونا فيديوهات كثيره باذن الله في الفتره اللي جايه. تحياتي.